ما انتهت المقاومة؟ لا أعوذ بالله. يعني من كم يوم كان الإعلامي زميل دكتور زياد نجام على شاشة الجديد عم بيقول في مشروع واضح بتهجير الشيعة على العراق. أنا بدي رد على زياد نجام. أنت مش عم تسمع تخبيصات زياد نجام كل النهار إنه إيران وإسرائيل بحبوا بعضهم وبيموتوا بغرام بعضهم وقصص وحكايات؟ مش بس زياد نجام، معلش الله يخليك، أنا هيدا الناس بتفكر بهاي الطريقة، واللي بتبيع وتشتري مع السعودية وبتقبض حد حكيتها أو مدري من ببيع وبيشتروا، أنا ما بسمع لهم ولا بضيع وقتي لا بالرد عليهم ولا بمناقشة أفكار. اسمعي يا ستي، قاعد عم يحكي قال من 2000-3000 سنة كانت بلاد فارس المجوس، بيقول هو هن مش مجوس، هن الشعب الفارسي اللي حكم الشرق الأوسط مئات السنين، وهن أصحاب حضارة ضاربة بأعماق التاريخ، وهن زيتون الفرز رموز الحضارة الإسلامية اللي بالعصر العباسي كلها من بلاد فارس، بما فيهم المذاهب السنية يعني أبو حنيف وغيره من بلاد فارس، الفارابي وابن سينا والباقلاني والرازي وكله كله عد اللي بدك تعدي، شيلي جابر بن حيان وكم واحد هن عرب والباقي كله فرس. يعني عم بيقول معلومات عالم خاطئة. المجوس المجوسي راح يسد بوزه هو لما يتفلسف ويحكي بهذه الطريقة. أنا بدي أسمع الهكواحات، بس انا بسمعش لهيدا الناس. قال كثير امور مبنيه على وقائع تاريخيه استاذ يا ستي، حكى يعني عن وقائع يا ستي، ما قال المجوس وكانوا صحبه، في شيء اسمه دوله المجوس، في عقيده دينيه لما كانوا يعبدوا خليني، لما كانوا يعبدوا النار المجوس شو كانوا يعبدوا العرب؟ ليه شو كانوا يعبدوا؟ هالاستيماتي لا لا شو كانوا يعبدوا؟ ليش عم بيساعدوا؟ لا الله يخليك، هو عم يحكي من منطلق لبناني، هو أي لبناني؟ اللبناني إنه يكذب ويزور تاريخ؟ أنا لبنانية قدو عمل يوم مرة، لأنه أنا دم أهلي وقرايبي معمد الأرض اللبنانية، يعطيني دم واحد من أهله هو فات بالتراب اللبناني، ما حدا يتفلسف علينا بقصة لبنانية ضيعتوا. نحن اللبنانية الله يخليك دكتور زياد نجام من أنا ما بحب بس اسمحي لي لا ولا دكتور زياد نجاب من دورس ضيعته تدمرت، زائد انا سمعته على التلفزيون عم يحكي عن المشروع الاسرائيلي. انا شو بدي فيه؟ انا بدك تضيعي لي وقتي عليه هلا؟ عم يحكي عن المشروع الاسرائيلي وعم بيقول هيدا الكيان المجرم، يعني هو يا عمي ايه معلش مشوي هيدي بيرشيكي بكم كلمه من هلا يمرق لك الرسائل. ليه بدنا نعتبر هيك؟ ليخون ليه بدنا نعتبر؟ مش اعتبر انا شو حماره هالقد، انا استاذي بالرياضيات كانت، انا كل عمر الاولي بالرياضيات، يعني بعرف اعمل معادلات رياضيه واربط الاشياء ببعضها، وانا محامية جزا بكشف الجريمة من اول 5 دقائق، بعرف اي الجريمة من ارتكبها من اول 5، يعني عقلي ما حدا بيقدر ياكل فيها حلاوة. هيدا تخوين، لانه هيدا مش تخوين، خونة ونص. كل اعلامي هلا عم يستشد بطريقة انه يضعف المشاعر اللبنانية تجاه العدوان الاسري، مش عميل ومش خاين؟ بس ليه بدنا نمنع كل اعلامي عميل وخاين عم بيساهم اليوم مع اسرائيل باعتداءاتها على لبنان؟ اي انسان عم بيقول انا عاطه اليوم نسميه عميل وخاين يا استاذة بشرى، اذا ما كانت توافق انت عم تستعملي كلمة عميل وخاين يا رئيس ست رابعة، ما انت عم تستعملي مفردات انا مش عم قولها، بس لما انا في اعلاميين بيجوا بيفتحوا لها مواضيع لاسرائيل عم بتسبب دمار كذا بناية وعم بتسبب قتل كذا انسان بمعلومات هن قالوها بالاعلام وقصص فتحوها مواضيع بالاعلام، شو بتسمي لها هيدا؟ مين عم تقصدي؟ بدي اسمي حدا الله ما تفوتيني، ما بدي انا بسألش عن رضاهم كلهم هول ولا بسأل يزعل مني او ما يزعل مني، بس انا ما بدي افتح نار هلا داخليه بالوقت اللي عنا عدو خارجي. بدي